برحب بيك كابتن سيف زيرو، برحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. فرحه كبيره انتابت جماهير الكره المصريه بعد فوز منتخبنا الوطني على غينيا بيساو بهدف لنجمنا الكبير محمد صلاح. وصلنا ان نلتقي مع عدد من جماهير الكره المصريه نتعرف على انطباعاتهم بعد فوز منتخبنا الوطني. في البدايه رايك في اداء منتخبنا النهارده والفوز على غينيا بيساو؟ والله انا فرحان جدا للمنتخب الوطني وفرحان للكابتن محمد صلاح، وان شاء الله الاداء ممتاز ممتاز، بس نستمر على كده ونتمنى التفوق للمنتخب في البطوله دي. عارفين المباريات المجمعه بتيجي واحده واحده والمستوى بيزيد من ماتش لماتش، فاللي شفناه النهارده يعني هيبقى بدله امل للي جاي ان شاء الله، ومبروك لمصر. هو صلح كتير طبعا الماتش اللي فات، واحنا ادينا اداء كويس النهارده، ونتمنى يبقى مزيد في اللعب. احنا عندنا اكتر من كده، احنا عندنا لعيبه كويره، وهو منتخب كويس، وهو منتخب كويس طبعا جامد، ومدرب عنده كوره بس يوظف اللعيبه كل واحد في مكانه. منتخبنا هيذهب بعيدا في هذه البطوله ان شاء الله، بس يعني نلعب بالتشكيله الاساسيه كل واحد في مركزه. نتمنى لحد يكلم كروش يقول له ان كل واحد يبقى في مركزه، ما يعني مش وقت تجارب، احنا بنلعب على بطوله. مصر بتخش لازم تاخد البطوله، نتمنى ان مصر تاخد البطوله، وحد يكلم كروش يا جماعه كل واحد في مركزه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الاول على المكسب، وطبعا احنا المنتخب بتاعنا فيه حاجه، فيه عزبة الروح، وان شاء الله باذن الله يعني البطوله دي هتبقى بتاعتنا، بس ان شاء الله يعني اللعيبه يكون عندها روح اكتر باذن الله، ويكون عندهم يعني ثقه في نفسهم اكتر من كده. شايف ان الثقه عادت النهارده بعد الفوز على غينيا بيساو؟ الثقه عادت في الشوط الثاني، بس اخر تغييرين اللي هو عملهم دول بتوع محمد شريف وتريزيجيه احسن من الاول، وان شاء الله واحده واحده، وان شاء الله هي البطوله ممكن تيجي معانا برضك واحده واحده. الحمد لله احنا احسن من الاول برضك، النهارده تغيير حلو، واللعيبه النهارده كل واحد لعب في مكانه، والحمد لله رب العالمين، ربنا وفقنا وان شاء الله هناخد البطوله بعون الله. شايف حاله من الرضا لدى جماهير الكره المصريه بعد الفوز النهارده والاداء النهارده؟ كل الفريق النهارده تمام، في تحسن احسن من الماتش اللي فات، بس احنا منتخب مصر لازم نلعب كورتنا، احنا اقوى منتخب في افريقيا.